إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي أينما كنتم، نرحب بكم مجددا من قلب العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. فاس والكل في فاس. بطبيعة الحال الأجواء جميلة هنا في الرمضانية بعد الأداء ديال صلاة العشاء والتراويح. سكنت العاصمة العلمية كتخرج بطبيعة الحال للشارع الرئيسي اللي كاين في مدينة فاس، اللي هو شارع الحسن الثاني، شارع الابن عبد الله، الشوارع الرئيسية، شوارع الأحياء الشعبية أيضا. فكتستنشق الهواء وكتبدل شوية الجو كما كتشاهدوا معنا. غناخذكم في جولة في أوراق الشوارع ديال العاصمة العلمية، تشوفوا الأجواء كيفاش دايرة الرمضانية في ليلة 12 رمضان. أكيد اسمحوا لي، هذا السيبور فرزت لي واحد السيبور، داير غير واحد السيبور. المهم كنعتذر منكم، واحد السيبور ديال الطوموبيل ترسات، وحط واحد السيبور اللي نورمالمون ماشي ديال السياره ديال لي بيرو. المهم ماشي مشكل، غنواصل معكم هذه البث المباشر. اكيد كتشاهدوا مجهودات كيبذلوها بطبيعة الحال رجال الأمن مشكورين على المجهودات الجبارة كيبذلوها. كتشوفوا الشوارع ديال فاس، أكيد أجواء زوينة في مدينة فاس كما كيقول السي سعيد. من أين تتابعون قناة شوف تيفي؟ عطوني التعليقات ديالكم. كما كتشاهدوا متابعينا ومشاهدينا الكرام، من تونات سي توفيق النوري. مرحبا سي توفيق، من بلاصه في تونات؟ عطيني المنطقه اللي كتبعنا منها في تونات. تونات كبيره اخويا، تونات راه فيها 49 جماعه. انا من وزان. مرحبا اخويا السي احمد، تحيه لك ولكل ساكنه وزان. كتشاهدوا معنا متابعينا الاجواء الليليه، جماعات جبابره. جبابره مرحبا الله يا ودي. جبابره راه حدا الولجا وحدا ورزاق حدا سي، يعني جبابره راه كنعرف جبابره مزيان. تحيه لك من سكوره، سكوره اقليم بولمان. مرحبا خويا، تحيه لكل ساكنه بولمان. سي الحسن، سي الحسن تبارك الله عليك السي الحسن. يلا بارطاجيو اخوتي هذا اللايف على وسع نطاق وغير القبول. المهم واحد السيبور ديال الهاتف ترسات لي اللي عندي ديال باربريز، وهذه غير مديباني بها دابا على منصوب الاخرى. تحياتي لك احسن صحفي سي سعيد، الله يكبر بك العزيز. شكرا بزاف خويا سعيد، الله يحفظك الحبيب. شكرا بزاف، الله يحشمنا خويا سعيد. كتشوفوا الهدوء في شوارع فاس. ياك واصل الصوت مزيان اخي سعيد، عطيني شي تعليق الله يحفظك. ونتمنى تقولوا لي المنطقه اللي كتتابعونا منها كل الساده المتبعين الاوفياء، ونتمنى على انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق هذا اللايف. اكيد غندير معكم جوله بقلب مدينه فاس، الاجواء كيفاش دايره في ليله 12 رمضان. اكيد الاجواء جميله مثيره، كاين شويه ديال البرد اليوم، كاين شويه ديال البرد بعد ما صلينا التراويح بطبيعه الحال. مزيان، اذا صوتي مزيان. كاين مشكل عندي في السيبور، فانا كنعتذر منكم متابعينا، كنعتذر منكم. هاد السيبور عندي فيها مشكل، غادي نضطر لانني نوقف ونقادها باش لان الصوره تكون واصله مزيان. كنعتذر منكم مجددا، سمحوا لي الله يحفظكم. اذا
إذن الآن وصل الصورة والصوت مزيان. الآن لما أظن وصل الصورة والصوت مزيان. يلا عاودوا عطيوني من أين تتابعون قناة شوف تيفي، وحنا كنقربوكم هذه الأجواء المثيرة بقلب شوارع فاس. أكيد مرحبا بك سكورة إقليم بولمان، فيها مناظر خلابة. الصوت مزيان، شكرا سي توفيق، الله يحفظك العزيز. شكرا، غنمشي غير بشوية هكا غتستمتعوا معنا لربما بهذا الجمالية ديال فاس. أكيد ليلة 12 رمضان، الله يتقبل منا ومنكم من القيام والصيام وصالح الأعمال. أكيد على أن الساكنة ديال فاس يعني كتعيش الآن واحد أجواء روحانية كبيرة في رمضان المعظم تزامنا مع الأيام المباركة. الناس كتكون يعني مشتاقة لأنها تصلي صلاة التراويح، خاصة في ظل هذا لربما الأزمات اللي كتعرفها يعني المدينة. الناس كيعجبها لأنها تخرج لأداء صلاة التراويح، فيها راحة للنفس بكل صدق. هذه الأزمة ديال الغلاء اللي كيعرفها المغرب والاحتقان اللي كاين الآن في كل الأسواق المغربية ديال غلاء الأسعار، بزاف ديال الإشكالات وبزاف ديال الإشكالات الكبرى اللي خاصها حل مستعجل. فبكل صدق رمضان كيجي رمضان وراحة للنفوس، راحة للنفوس وتقرب لله أكثر. فالله يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال يا رب. المتابعين كتشوفوا كاين شوية ديال لي فيبراسيون، كنعتذر منكم على الصورة بطبيعة الحال اللي ماشي في المستوى المطلوب أكيد. فكنحرص دائما لأن يكون نقل بجودة جيدة، لا في لاكاليتي ديال ليماج ولا في الارتدادات ولا يعني الستابيليزاسيون ديال ليماج. فكنحرص دائما باش لأن تكون عندي أحسن جودة باش هكا تتفرج وانت مرتاح لا في الصوت ولا في الصوره، لان يعني الاثقال في العالم في العمل فخصنا نحرصوا عليه بكل صدق نقلوا لكم احسن صوره. فكنعتذر اليوم على هذا اللايف، وان شاء الله غدا ان شاء الله غنصوب داك السيبور. والحمد لله احنا مع احبابنا وخوتنا، واكيد لان اصبحتم الان حتى الناس اللي بعاد على فاس، فكل يوم كنشوف ناس جداد اللي كيخليو لنا تعليقات. نتمنى لان الناس اللي عاد انضموا لنا من خلال يعني هذه الجولات الليليه اللي كنقوم بها في مدينه فاس يخلي لنا المنطقه ديالو اللي كيتابع هذا اللايف. اكيد لان كتكون فاس وكدير جوله وكتشوف ناس كيتابعوك لربما خارج الوطن، كتشوف ناس كيتابعوك من مدن بعيده وكانهم معك هنا، فكتفرح لربما كتقول ما احوجنا لاننا نقربوا يعني الاجواء الرمضانيه ديال المدن ديالنا الحمد لله ديال المغرب الحبيب. نشوفوا الرباط كيفاش دايره، نشوفوا فاس، نشوفوا كازا، نشوفوا يعني اكادير، نشوفوا تاونات، نشوفوا كل هذه المدن. الناس مشتاقين لانهم يشوفوا يعني هذه المدن كيفاش دايره الاجواء بعد صلاه التراويح وبعد العشاء في المدن ديالهم. متابعينا الكرام، حنا كنتواجدوا الان في شارع خويا منصف، اجي شي نهار تفطر معنا في بنسود. الله يكبر بك اخويا سعيد، الله يحفظك العزيز، شكرا بزاف. شكرا سي سعيد، الاصل طيب القلب الكبير، الله يحفظك خويا. شكرا وتحيه لك وعبرك لكل ساكنه بنسود. راه كنجي دائما كنجي لبنسود، كنطلق للسوق ديال الجمله، كنمشيو للسوق ان شاء الله ديما كل سبت كنمشيو. نجي اخويا سعيد نفطر مع خوتي، نجي نفطر معك اخويا سعيد، الله الراس والعين. كتابعوا متابعينا الكرام الاجواء كيفاش دايره في شوارع فاس، من اين تتابعون قناه الشعب، كيف هي الاحوال عندكم في المدن ديالكم، قربونا من الاجواء. اخويا راه كاين شويه ديال البرد اليوم، الناس اللي كتسول على الحراره واش كاينه، 19 درجه اليوم، وفي انتظار لان ربما غتزيد تنخفض في باقي الايام. كاين توقعات تشير لان كاين ان شاء الله تساقطات الخير اللي غتكون، فالله يرحمنا يا رب ويعطينا لنا على قد النفع يا ربي. هيا نمرتي، مرحبا خويا سعيد، انا غنقيدها خويا سعيد، انا نقيدها. فينا بلاصه كاين في بنسود اخويا سعيد؟ مرحبا على الراس والعين اخويا. واش في السوق ديال الذهبيه ولا في المارشي؟ فينا بلاصه كاين؟
الله يكبر بك اخويا سعيد. نجي اخويا نجي عند خوتي وحبابي في بن سودا. الحمد لله نتمنى على انني نكون كنقل بعد الصوت ديال فاس، ونتمنى على انني نكون كنمثل القناه ديالي احسن تمثيل في الجهه اللي كنشتغل فيها والجهه اللي انا مسؤول فيها ومبعوث فيها، اكيد جهه فاس مكناس. كنوجه كذلك الشكر للزميل منير المعطاوي اللي مسؤول على المدينه ديال فاس ديال مكناس والنواحي. انا مسؤول على المدينه ديال فاس والنواحي، مزار يعني افران تاونات كل هذه المناطق صفرو يعني تازا. والزميل منير المعطاوي فهو مكلف بالمنطقه ديال مكناس الحاجب سيدي قاسم، فكنوجه له كذلك الشكر على المجهودات الجباره اللي كيديرها وكل الطاقم المشرف على القناه ديال شوف تيفي. دراري ولاد الناس، دراري محاربين بكل صدق، دراري كيشتغلوا كيحاربوا من اجل انهم ينقلوا الصوت ديالكم في كل بقاع المغرب، شرقا غربا جنوبا شمالا. كتلقى دراري ولاد الناس كيشتغلوا، طاقم صحفي شاب، طاقم صحفي اللي كيدير مجهودات جباره باش لانه ينقل الصوت ديال المواطن. ملي كنقولوا مرآة للواقع راه خصنا نكونوا كنعكسوا مرآة للواقع، ماشي غنقول لك انا غير في الشعار وقناه شوف تيفي مرآة للواقع وفي الواقع ما غنكونش مرآة. لا خويا انا ما كنشد اللايف وكنطلق مع ولاد الشعب، راه كنقل الواقع بدون زياده ولا نقصان. كاين اخويا غلاء الاسعار، راه كنقول كاين غلاء الاسعار، ماشي انا اللي غنلقى الحل ولا المراسل اللي غيلقى الحل. اللي غيلقى الحل هو المسؤول، داك الناس اللي كانوا كيصوتوا، داك الناس اللي عفوا اللي كانوا كيدقوا على الناس يصوتوا عليهم في الانتخابات، هما دابا اللي خصهم يلقاو الحلول، هما اللي خصهم يلقاو الحلول للازمات اللي كاينه في البلاد الان ديال غلاء الاسعار ديال مجموعه من الجوائح عفوا الجائحات. اقليم في جيك تحياتي منين جيت، مرحبا خويا العزيز سي العلاوي، تبارك الله عليكم خوتي. تحيه عطره لكل الساده المتبعين الاوفياء. نناقش معكم موضوع ديال الخصم، يلا تبغيو يعني بكل صدق اليوم تابعتوا معنا ودرت التغطيه ديال مصطفى الخصم، البطل مصطفى الخصم من قلب المحكمه ديال الابتدائي ديال صفرو، وشفتوا وتابعتوا معنا بطبيعه الحال الاستماع ليه من طرف السيد وكيل جلاله الملك، وكيفاش خرج بطبيعه الحال مصطفى الخصم بعد ما طلبوا ليه كفاله ديال 50,000 درهم يخلصها او لا يتم الاعتقال ديالو يوم الاربعاء المقبل، فهو رفض بطبيعه الحال كما سمعتوا التصريحات ديالو، رفض لانه يخلص 50,000 درهم، عنده يومين ديال المهله. المحامي ديالو تصرح وقال بانه متشبث بالبراءه ديال مصطفى الخصم. مجموعه من التطورات كيفاش تابعتوا القضيه ديال الخصم؟ اكيد المحاكمه عفوا يعني الاستماع مصطفى الخصم من عند وكيل جلاله الملك، وقال بانه الله يعمرها دار العمل ديالو بكل مهنيه السيد وكيل جلاله الملك، واكيد لان القضاء له غيقول الكلمه ديالو غيحسن في هذه القضيه هذه. وقال بكل صدق بصريح العباره على انه له الثقه في القضاء، القضاء غيقول الكلمه ديالو بطبيعه الحال. يعني كانت واحد الشكايه الناس كيسولوا، شكايه اللي رفعها عامل اقليم صفرو وقائد ديال مزار بطبيعه الحال على يعني مصطفى الخصم بعد الخرجات اللي دار الاعلاميه واللي تهم يعني كان مجموعه من يعني التصريحات اللي قالها مصطفى الخصم، وتم بعدها رفع الشكايه به وتم تقديمه لربما اليوم تم تقديمه للسيد مداز بعدها عند الفرقه الوطنيه يعني بطبيعه الحال عند الشرطه والتزم بالصمت، ومن بعد تم تقديمه لعند وكيل جلاله الملك صفرو، ويعني عطاوه مهله ديال اليومين لان يوم الاربعاء غيعاود ربما يتم تقديمه في المحكمه ديال صفرو، ومطالب بلاش لانه يخلص 50,000 درهم ككفاله باش يتابع في حاله صراح. اللي هو رفض وقال انا ما عنديش نخلص 50,000 درهم، انا وخاوك كنطلبوا لي ماشي ما عنديش باش نخلصها، وقال هكا قال انا ماشي ما عنديش باش نخلصها، انا ما داير والو ما غنخلصش 50,000 درهم، قال انا لو كنطلبوا لي غير 2000 درهم ما غنخلصهاش لان انا ما داير والو، علاش غنخلص شي حاجه وانا ما داير والو. لا ربما هذه التصريحات ديالو. كيفاش تابعتوا القضيه ديال الخصم؟ يلا كل واحد يعطيني التعليقات ديالو، كيفاش تابعتوا القضيه ديال الخصم؟ واش تابعتوا التصريحات اللي قال الخصم على قناه شوف تيفي والتصريحات ديال المحامي ايضا؟ وشنو هو الراي ديالكم بخصوص هذه القضيه هذه؟
انا في انتظار اخوتي الاعزاء التعليقات ديالكم. غنشوف نقرا التعليقات ديالكم بعد لحظات. خليو لي التعليقات ديالكم، ما غنحاول نقرا التعليقات. كيطلعوليش اخوتي التعليقات بزاف، معرفش كاين شي اشكال ربما في التعليقات. اذا خليو لي التعليقات ديالكم، خليو لي الاراء ديالكم، غادي نكتفي بهذا القدر. كنحييكم بزاف على حسن التتبع ديالكم المشاهده. لكم مني ارقى التحيه. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا.